السلام عليكم. اولا مبروك على الانتصار سي زهير العروبي. اش يمكن لك تقول لنا على المقابله ديال اليوم؟ هي مقابله كانت صعبه بحكم ان المدرب ديالنا ما كانش حاضر معنا، تواجد في الديار الجزائريه بان كما تعرف الجميع ان خالدي اللي توفات ومثابه الام ديالو، كنا عند باش نهدوا له الانتصار هذا. الحمد لله ربي يسر لنا، دينا ثلاثه نقاط اللي غاليه، وهذا الانتصار كنا نجيو الروح ديال الفقيده ديال خالد ديال سي عبد الحق بن شهاب. اذا وحسب اللي عرفنا بانه التدريب تكلف بها سي اطار ولد المدينه يعني عبد الرزاق بالعربي، فواش مشيتوا على نفس المنوال ولا كانت شي حصص تدريبيه خاصه؟ بطبيعه الحال انا يعني فاش مشى سعد الحق بشيخه يعني خلى لعابه اللي رجع، ما خلاش زعما ما خلاش دراري صغار، يعني كل تيكون كل ولا سعد الحق بشيخه كي غيكون كي ما غيكونش، يعني خلى الاطار سي بالعربي، الدراري كلشي كيحترم تيقدر الاطار هذا اللي كانت منه اتفقته في المسيره ديالو. هذا شرف كبير لينا باننا الحمد لله كيف ما قلت انا سي بن شراح خلى اطار وتعاوننا معاه وتعاملنا معاه بحال كاين سي عبد الحق. الجديد نيوز كنتمنى لكم حظ موفق في باقي مقابلات البطوله وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. سي احمد شاكو مبروك الانتصار على شباب ريف حسيمي اليوم، ونتمنى منك واحد الكلمه للجمهور الجديدي والجديد نيوز. خصوص المقابله ديال اليوم، مقابله كانت صعبه من فريق شباب ريف في الحسيمي. كتعرف الغياب للمدرب سعد الحق الشيقه اللي كيفقد واحد الخاله ديالو وما كانش معنا اليوم، ولكن كاين الادجوان ديالو السي العربي. الحمد لله الدفاع الحسن الجديدي باللاعبين ديالو، يعني حنا كبار حنا محترفين، يعني كندخلنا كنا بالعام بحال كاين المدرب سعد الحق بن شيخه اللي كان عزاؤنا واحد، والحمد لله يعني دخلنا وخاص سجلنا هدف مع بدايه المقابله ما تاثرش به، يعني الدفاع الحسن فريق كبير ديما كنرجعوا في المقابله، سجلنا هدف التعادل وهدف الفوز والحمد لله. الدفاع الحسن غادي في مستوى جيد، يعني تحقيق اللقاء ما جاش عن طريق الصدمه، عن طريق العمل والجديه، غادي نواصلوا العمل ديالنا. وعندنا لقاء القمه امام فريق جيش الملكي الاسبوع المقبل، يعني غادي نستعدوا الملف بالكفايه. كنطلب الجماهير ديما الحضور بكثافه، يعني الجماهير باش يكون عندها باش يكون الفريق، يعني الجماهير خصها تكون السند الوحيد والرقم 12 اللي كنتمنى يأزرنا في المقابلات لا داخل الميدان ولا خارج الميدان باش حقوا الملتقى ديالنا وحقوا الازدواجيه للفريق ديال الحزن الجديد. جديده نيوز كتشكركم السي احمد شاكو، واحد موفق. شكرا. عادل صعصع مبروك عليكم الانتصار ديال اليوم ضد فريق شباب ريف الحسيمي. معك الجديده نيوز، كيف كتشوفوا اللقاء ديال اليوم واللقاء المقبل ان شاء الله ضد فريق الجيش الملكي؟ اللقاء كان صعب خصوصا فريق شباب الحسيمي، يعني قدم لقاءات قويه في المباريات الاخيره ديالو، حنا كنا عازمين باش نحققوا نتيجه ايجابيه باش ناكدوا الصحوه ديالنا في المباريات الاخيره، كنتمنى ان شاء الله ان نبقاو غاديين في هذا الخط التصاعدي ونحققوا نتائج ايجابيه باش نرضيو الجماهير ديالنا، وكنتمنى ان الجماهير يعني تساندنا في جميع المقابلات، كاع المقابلات اللي غادي نلعبوا داخل مدينه الجديده كنتمنى انها تجي تساندنا باش نحققوا النتيجه ايجابيه، خصوصا اننا كنقدموا مستويات كبيره ملي كيكون حاضر الجمهور، يعني الجمهور بالنسبه لنا حنا هو الدعم الاساسي يعني في المباريات ديالنا، فكنتمنى ان شاء الله اننا نبقاو ديما كنحققوا نتائج ايجابيه ونبقاو في المقدمه ديال الترتيب باش ان شاء الله نحققوا شي لقب لهذا الفريق ان شاء الله. جديد نيوز كنشكركم سي هادي الصاصع.